ايه اللي هي السلسله اللي بتبقى موجوده هنا. تمام، معايا كمان دلوقتي فلفل مفروم احمر واخضر، ومعايا ثوم مفروم وجنزبيل فريش برضو انا فرموه. معايا يعتبر معلقتين خل كبار، وكمان عصير 2 ليمونه. بالنسبه للبهارات ان شاء الله هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف زي ما انتم متعودين. معايا بابريكا وكزبره ناشفه وفلفل اسود وملح، ومعايا كمون، هما بس اتلخبطوا على على بعض اتلخبطوا على بعض. فمعايا كركم وكاري وبهارات سمك. تمام، وزي ما قلت لكم هكتب لكم البهارات كلها في صندوق الوصف. هبتدي احط بقى الخل مع الليمون مع البهارات والتوابل، هقلب كل ده مع بعض كويس جدا. بس كده دلوقتي بقى انا حضرت التتبيله وقلعت الجوانتي. بقى بصراحه احنا كده كده في البيت يعني مش هنعمل بجوانتي عشان هو مضايقني. هبتدي بقى اتبل جمبريايه واحط كده ايه في النص مطرح ما انا فتحت ايه الجمبري، وهعمل بالشكل ده كل الجمبري. هتبله كده، النوع ده من الجمبري بيبقى حلو جدا وهو بيتشوي على الجريل. خليك معايا هنا يا سينا. سينا اللي بيصورني يا جماعه. بس كده هخلص بقى كده ده بالعرض كده، وندخلها اهو كده اهو. نحاول نزنقهم كده ايه مع بعض اهو بالشكل ده. هنحط مثلا في كل سيخ قولي 5 اهو بالشكل ده. طب لا نحط دي نعوجها كده عشان يبقى كل راس بالشكل ده اهو. عملنا كده، هنعمل واحده كمان. تخن كويس، هنبتدي بقى نشوي الجمبري الجميل ده. دلوقتي بقى هنبتدي نحط الجمبري الخطير بتاعنا ده وهنسيبه. بمسك العصايتين كده اهو وبقلبه الناحية التانية، هو خلاص قرب يستوي. هعمل الاسياخ كلها بنفس الشكل وارجع لكم على طول. نبتدي بقى نحط بقية الاسياخ بتاعت الجمبري، ونعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت بالظبط، وانا دهنتهم بالصوص وش وظهر قبل ما احطهم يتشوي. جمبري القمر بتاعنا اهو خلص. ايه رأيكم في الجمال ده؟ احسن ما تشتروه من برة، وبجد تحفة وطعمه خيال. يا رب الطريقة النهاردة تكون عجبتكم وتعملوا الجمبري المشوي في البيت وفي اي عزومة هيشرفك، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم.